صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين، هكون معاكم النهاردة فقرة من برنامج بنت مصر. فقرة البرنامج بتاعت شباب للخير، هنتكلم في مواضيع اتكلم عنها ناس كتيرة قوي وشغلت الرأي العام في موضوع الشهر العقاري، اللي الناس مش فاهمة يعني ايه صحة توقيع، ومش فاهمة يعني ايه إلغاءها، مش فاهمين حاجات كتير. هيكون في استضافتنا النهاردة محامي الغلابة الأستاذ حسام أبو السعود. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة غدير. أهلا بيك، صباح الخير عليك وعلى كل الضيوف اللي معانا. هيكون معانا كمان الأستاذة سومة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة. مبدئيا احنا جايبينكم النهارده لان جالنا اسئله كتيره قوي، الناس مش فاهمه يعني ايه صحه التوقيع، فعايزين من حضراتكم ان انتوا توضحوا لنا ايه هي صحه التوقيع اللي اثارت الراي العام والناس كلها بتتكلم فيها وخايفه ان ما يتمش دلوقتي ان صحه التوقيع على اي شقه بتتعمل، ان هو بيقول لك ما ينفعش ان صحه التوقيع دي لازم تسجل في الشهر العقاري والا ده يبقى ملغي تماما. تمام. فعايزين توضيح من حضرتك. مبدئيا كده في القانون الجديد اللي هو تقدم لمجلس الشعب وتطبيقه، اللي هو اضافه، هو مش قانون جديد، هي اضافه وتعديل على قانون قديم خاص بالشهر العقاري، الماده 35 الخاصه بقانون الشهر العقاري، ان صحه التوقيع يا فندم هي مش الغاء، هي موجوده كده كده موجوده، ولكن صحه التوقيع، في فرق ما بين صحه التوقيع وفي فرق ما بين صحه ونفاذ وتسجيل الشهر العقاري سواء للعقارات الموجوده في جمهوريه مصر العربيه. بالنسبة للقرارات دي يعتبر صحة التوقيع هي كده كده مش نقل ملكية، صحة التوقيع من قبل كده مش نقل ملكية، بس هو المشتري بيبقى عايز يوفر على نفسه وما يسجلش في الشهر العقاري، فبيوفر فلوس عشان ما يقطعش للشهر العقاري، فبيعمل صحة التوقيع على أساس هي نقل ملكية للعقار اللي هو مشتريه ده، وده طبعا يعتبر غلط. نقل الملكية ترفع دعوى صحة ونفاذ، يا إما تسجل في الشهر العقاري. التعديل ده الجديد او اضافه الماده الجديده دي يا فندم عشان نقدر نسجل كل العقارات اللي على مستوى جمهوريه مصر العربيه تبقى مسجله. اغلب العقارات الموجوده في جمهوريه مصر العربيه اكثر من 85 90% من عقارات مصر غير مسجله يا فندم، فالقانون اللي اتعدل ده سببه ان احنا نسجل العقارات ونحافظ على العقارات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، ويساهم برضو في الاستثمار العقاري في جمهوريه مصر العربيه، وبيساهم في كل حاجه تفيد المستوى المعيشه للمواطن في جمهوريه مصر العربيه يا فندم. تمام. استاذه سومة، ايه العلامات الداله على صحه التوقيع؟ عايزين نوضح. بص يا فندم، هي دعوه صحه التوقيع اصلا دعوه تحفظيه، تمام، متعلقه بالتوقيع بس. تمام. دعوى صحة التوقيع، هو الشايع دلوقتي ان دعوى صحة التوقيع هتتلغي، فلا، هي دعوى صحة التوقيع مش هتتلغي، لان دعوى صحة التوقيع مش متعلقة بعقد البيع بس. الناس كلها فاهمة ان دعوى صحة التوقيع متعلقة بعقد البيع، لان الناس ما بتتعاملش مع دعوى صحة التوقيع غير على عقد البيع، ولكن دعوى صحة التوقيع دي بتتضمن الكثير من العقود، اي محرر عرفي بيني وبين حضرتك، بيني وبين اي حد، اي اقرار، اي حاجة انا ممكن اروح اخد عليها حكم بصحة التوقيع. تمام. هو اصلا ما فيش تشريع بيقنن العقود المصحوبة بصحة التوقيع، واصلا دعوى صحة التوقيع غير النقلة للملكية. هي دعوى صحة التوقيع ما اتلغتش، دعوى صحة التوقيع اتلغى اثرها بالنسبة لعقود البيع فقط. تمام. عقد البيع النهاردة انعدمت فيه صحة التوقيع، تمام، انعدمت فايدة صحة التوقيع بالنسبة لعقد البيع فقط، لكن هي سارية بالنسبة لباقي العقود أو باقي أي محرر عرفي بيني وبين أي حد، بين أي طرفين يقدروا ياخدوا عليه صحة التوقيع. يعني حضرتك يا أستاذة سومة، دلوقتي أنا لو معايا حكم صحة التوقيع عشان اروح اركب كهرباء او اي، ما هي دي بقى المشكلة اللي هيقابلها. يعني هل هي اصبحت غير معتد بها دلوقتي؟ هو التعديل اصلا اللائحة واردة على قانون الشهر العقاري. تمام يا فندم. تمام. يعني انا كده لو رحت اقدم على خدمات ان انا اركب في عقد ابتدائي مصحوب بصحة التوقيع، لا يعتد بيها، مش هياخد بيها دلوقتي، مش هياخد بيها القانون ولا هتاخد بيها اي جهة رسمية غير تسجيل الشهر العقاري، مضاف الى دعوى صحه ونفاذ على العقد اللي هو بالظبط. ايه بالظبط؟ صحه ونفاذ بقى او تسجيل بالزبط. شهر عقاري لو مفيش ورق خالص للعقار، في دعوى تثبيت ملكيه بس. في نقطه كمان، نقطه ان موضوع التصالحات اللي الدوله اتجهت له من فتره، ده الناس كانت بتاخد نموذج ثلاثه، في الناس كانت بتاخد نموذج ثلاثه جديه تصالح. تمام. بمجرد ما بيسدد مبلغ
بياخد جدية تصالح. في نموذج كمان 9 ده بياخده بعد ما بيسدد باقي أو كامل المبلغ. وفي كمان نموذج 10 دوت التصديق من الوزير. تمام؟ بعد نموذج 10 ده يا فندم بيبدأ بيحق للمشتري انه يسجل تلقائي بمجرد ما ياخد نموذج 10. تمام؟ تمام. بس طيب في حاجه كمان انا حابه ان انتوا الاثنين بقى تجاوبوني عليها. هي دي اسئله اصلا الناس كلها عماله تبعت وتسال على البيج بتاعنا بتاع البرنامج. تمام. في حد لو كاتب شقه لزوجته واتوفى طب هيعمل ازاي صحه التوقيع؟ هو دلوقتي مش موجود. تمام. ازاي هياخد صحه التوقيع من المحكمه؟ الورث يا فندم. الورث. طب ايه اللي يثبت ان ده توقيعه؟ اعلام وراثه وبيبقى فيه محررات. بالظبط كده. بيختصم الورثه. ما هو بيختصم الورثه وبيبقى فيه محررات قبل كده عليها توقيع سابقه بتتضاف المحكمه بتطلبها بناء على خبير. وبيشوفوا التوقيع هو التوقيع اللي على العقد ومن الورق الرسمي اللي بيتقدم للخبير وبعد كده بياخد صحه التوقيع. بيبقى في طبعا باثر رجعي. بيبقى ايه؟ باثر رجعي؟ لا مش باثر رجعي طبعا. مفيش قانون بيسري باثر رجعي. مفيش قانون بيسري باثر رجعي، بس هو القانون اللي هو الحالي ده هيبدا يعني خلال 15 يوم. من وقتها بعد كده اللي قبل كده خلاص انتهى. طيب. اللي جاي اي حد هيقدم عقد بيع بصحه توقيع ملوش اي قيمه، لازم يسجل في الشهر العقاري وتعمل له دعوه صحه ونفاذ يا فندم. ايه متطلبات التشريع الخاصه بالقانون ده؟ المفترض ان الدوله دلوقتي بتتجه للتسجيل، ان كل عقار يكون مسجل، كل عقار يكون له رقم قومي خاص بيه. الدوله متجهه ده بدايه من موضوع التصالحات اللي جه من كام شهر وقعد يتاجل والمده تتفتح اكتر نزود شهر. الكلام ده كله من البدايه كان الهدف ان نقنن وضع العقارات في مصر، كل العقارات تكون مسجلة. فالمفترض ان خلاص اي عقد مصحوب بصحة التوقيع، هي اصلا دعوة صحة التوقيع غير نقل الملكية، والهدف دلوقتي من الدولة ان تكون كل العقارات مسجلة. فطبيعي اللي مش مسجل دلوقتي هيبدأ يلجأ لدعوة صحة ونفاذ لو مش هيسجل شهر عقاري. كده كده في دعوة صحة ونفاذ بنروح برضو للشهر العقاري. تمام. وفي برضو الناس اللي ما عندهاش ورق خالص للعقار بتاعها بتلجأ لدعوى تثبيت الملكية. والناس اللي لجأت للتصالح زي ما نوهت في نموذج 3 نموذج الجدية، بعد كده في نموذج 9 بتاع سداد كامل المبلغ بعد التصالح، وفي نموذج 10 بعد التصديق. بتبدأ انت خلاص بيعتبر مسجل، بتاخد رخصة، وبكده بتكون الموضوع اتسهل عليك بنسبه كبيره. يعني هو الناس كانت بتهرب قبل كده من الرسوم بتاع الدعوه صحه النفاذ ورسوم الشهر العقاري. للاسف هي كان العكاز بتاعهم دعوه صحه التوقيع. دعوه صحه التوقيع اللي هو انا خدت اثبات توقيع على العقد اللي هو خاص بالشقه وخلاص، ده كده نقل ملكيه. في نصوص قانونيه بكده ولا ده اجتهاد؟ لا ده في تعديلات يا فندم حاليا اتقدمت وهتطبق خلال 15 يوم بعد نشرها في الجريده الرسميه. الماده 35 اتضافت على قانون الشهر العقاري بضرورة إن كل حد أي شخص عنده عقار لازم يكون موجود، حتى لو هينقل ملكيته سواء المشتري أو البايع لازم يثبت العقار، بياخد رقم في الشهر العقاري عشان بيبقى فيه تسلسل بعد كده. لو في استثمار عقاري بتبقى كل حاجة أي عقار موجود ليه بيانات خاصة بالشهر العقاري وصاحب الملكية للعقار يا فندم. برغم ان احنا عارفين ان 85% مش مسجل في الشهر العقاري. تمام. ايه فايده التسجيل ده يعني؟ ما هو فايده مش معنى في الوقت ده بالظبط يا فندم. فايده في الوقت ده الدوله اتجهت بالزبط. خلاص لكده ده اتجاه الدوله اتجهت الدوله لانها تقنن كل العقارات الموجوده على ارضها. وده زي اللي بس في ناس دلوقتي مش متاح معاها ان هي تسجل. ما هو الدوله يعني ده للاسف بقى. وفي يعني ناس مضروره كمان، الناس اللي اشترت من الشركات بعقود ابتدائيه هو تقريبا التسجيل بيبقى بالمتر، تقدر تدخل مرافق. مفيش حد دلوقتي مشتري من شركه وعامل عقد ابتدائي واخد عليه صحه توقيع، مش هيقدر يدخل ميه، مش هيقدر يدخل نور. خلاص الجهات الحكوميه مش هتتعامل مع الناس دي بعقود مصحوبه بصحه توقيع تاني. والدوله لازم يسجل. الدوله برضو يا استاذه سهلت عمليه نقل الملكيه يعني بالزبط. حاليا يعني بالزبط. سهلت عمليه نقل الملكيه سهل كتير غير الاول خالص يعني. حتى برضو في الرسوم في رسوم بس ده لصالحك يعني، انت بتدفع عشان يعني انت مشتري شقه تنقل ملكيتها ليك من الشخص اللي قبليك يعني. مفيش حد دلوقتي بيشتري شقه ولما بتتسجل ده كله بيساعد برضه في الاستثمار العقاري في جمهوريه مصر العربيه. بس ده برضه بيساعد برضه في ايجاد يعني حلول. هو حلول وضمان حقهم بس بالظبط كده. هو يعني لصالح القانون ده يا فندم لصالح المواطن
اللي هو صاحب الملك اللي هو عنده عقار ويبقى العقار باسمه، ولصالح الدولة برضه في حاجات كتير. هي يعني لصالح المواطن، بس انا ما تجبرنيش ان انا اروح اسجل. بصي يا فندم، انا البدايه دعوه صحه التوقيع اصلا ما كانتش نقله للملكيه بالزبط. من البدايه دلوقتي الدوله بس بتجبر على التسجيل، تمام؟ لكن هو من البدايه دعوه صحه التوقيع اصلا ما كانتش نقله للملكيه. صح التوقيع، فانت كده كده الاول زي دلوقتي التوقيع اللي موجود في العقد، ماليش دعوه باي شيء موجود في العقد. متعلقه دعوه تحفظيه على التوقيع، دعوه تحفظيه على توقيع فلان اللي موقع فقط على التوقيع. العقد كله ده ملوش دعوه بيه خالص. ايوه بالظبط، القاضي نفسه ما بيتطرقش لموضوع العقد، عقد بيع بقى، عقد ايجار، عقد اتفاق، ايا كان نوع العقد. الناس فاهمه غلط، يعني هو كده كده صحه التوقيع مش نقل ملكيه. ده الناس فاهمه غلط، لان ولا هتتلغي صحه التوقيع عادي يعني، عشان يكون لك علم. ايوه بالظبط، مش هتتلغي، موجوده برضو في المحاكم وسريه. في اي عقود هتتعمل، في اي ورق انت عايز عليه تاخد عليه صحه التوقيع، هتقدم الورق اللي فيه توقيعات وتاخد صحه التوقيع عادي. بالظبط. دلوقتي اتلغى ان العقد بعد دعوه صحه التوقيع يتختم بختم النسر، يعني دي من ضمن الحاجات. ولكن دعوه صحه التوقيع مش هتتلغي. اللي عامل الضجه دي كلها ان الناس اللي كان رابطها بدعوه صحه التوقيع هو عقد البيع، فالتعديل نازل او اللائحه نازله على قانون الشهر العقاري، العقار مش على صحه التوقيع فعلا. تماما، مش على صحه التوقيع خالص، مش على صحة التوقيع يعني. خالص يعني، بس هي الناس دخلت معاها بقى لان طبعا في ناس مضروره زي الناس طبعًا. مش هتقدر تتعامل مع اللي عايز دلوقتي ينقل العداد بتاعه ومعاه عقد مصحوب بصحه التوقيع، مش هيقدر ينقل العداد بتاعه. اللي عايز ياكلها برده يعني. لازم يبقى معاك رقم في الشهر العقاري فعلا. الدوله مش هتلجأ لداخل لما تقنن الناس دي وتقول الناس دي هتعمل ايه. الناس اللي مشتريه بملايين وعليها اقساط دي لازم طبعا هيقننوهم. طبعا. طب يا استاذ حسام، عايزين برضو توضح لنا ايه الورق المطلوب للتسجيل، الاوراق المطلوبه. الاوراق المطلوبه طبعا اكيد عقد البيع او عقد العقار اللي هو مشتريه الشخص ده بيتوجه للشهر العقاري، بياخد رقم في الشهر العقاري، والشهر العقاري بيبقى محدد رسوم على المكان ده، وبيمشي في اجراءاته اللي طالبها الشهر طلب العقاري. طلب بقى طلب تسجيل رضائي، والموضوع بيطول وبيروح مساحه وكشف مساحه وكشف هندسي وقصص يعني، عشان يسجل ان المكان ده بملكه باسمه في كل الاماكن في كل الجهات، ان المكان ده اتنقل ملكيته للشخص اللي هو مقدم العقد ده. طيب احنا سمعنا ان في ناس كتير طبعا طلع عندها مخالفات ومباني ومخالفات، خلاص الناس كلها عمل التصالح. ده كمان ليه الحق ان هو يسجل شهر عقاري؟ طبعا يا فندم. ما هو من ضمن الحاجات دي ان العقار من ضمن الحاجات يا استاذه في الشهر العقاري يعني، عشان تسجل لازم يكون ما فيش اي مخالفات على العقار اللي انت بتسجله، سواء خاصه بالزراعه او اي جهه ليها عليها مخالفه اللي هو العقار ده. لازم يكون في تصالح مع الجهه دي والاوراق والورق خالص مع الجهات عشان ينقل له ملكيه ويسجله في الشهر العقاري. فندم، وفي دعوه صحه ونفاس برضو انت بتلجا لانك تشهر الصحيفه، فبترجع للشهر العقاري برضو وبترجع لتسلسل الملكيه. هو برضو في صحه التوقيع لما كان حد بيشتري بعقد بيع وبيعمل صحه التوقيع برضو كان بياخد تسلسل الملكيه، بس في الشهر العقاري حاجه تانية. طب شهاده ميلاد العقاري اللي هي بتمنح بعد التصالح دي، يعني عايزين نفهم برضو ايه اللي الناس بتعمله، او ان هي تتصالح، او ان هم ازاي هل عملوا موضوع الشهر العقاري بعد ما يسدد خالص وياخد التصديق عشان يبينوا كميه المخالفات؟ هل دي مثلا بيقننوها ان هم يعرفوا هو مين مخالف مش بيزود كميه المخالفات؟ هو عايز هو يقنن الوضع. عايز يقنن الوضع وعايز يقنن ويبقى في تصالحات مع الدوله مع الحكومه، والتقنين ده برضه لصالح الحكومه وصالح الافراد برضه، يعني لصالح المواطن طبعاً. المواطن اكتر من الحكومه. فلو في تصالحات وفي قوانين الامور هتمشي ما بين المواطن والحكومه بسلاسه، لو الناس فعلا خدت بالقانون ده وطبقت بالزبط. القانون ده يا فندم، يعني احنا نفهم من كده ان لو في صحه توقيع ومفيش تسجيل شهر عقاري ان كده الوضع طبعا العقد كان بالظبط. ده صحه توقيع زي ما برضه بنقولها العاشر مره، صحه التوقيع ليست نقل للملكيه، ليست نقل للملكيه. لا واخدنا للملكيه بالظبط كده، عمرها ما كانت نقله للملكيه دلوقتي او قبل كده يعني. ويعني هي ما اتلغتش، اتلغى اثرها بالنسبه لعقد البيع، اتلغت فائدتها، انعدمت فائدتها بالنسبه لعقد البيع، تمام؟ لكن بالنسبه لبقيه العقود، بقيه المحررات، بقيه الاقرارات، اي محرر غير رسمي سريه. وهو اتلغى التعامل بيها برضه في الجهات الحكوميه دلوقتي، اتلغى تماما. مش اي جهه حكوميه مش هتاخد صحه توقيع في جهه حكوميه على اساس عقد نقل ملكيه. أيوة لازم يروح للشهر العقاري، دي اللي بنقول فيها يا استاذه.
اللي هو اتباع اجراءات قانون الشهر العقاري في الاول او دعوه صحه ونفاذ. دي برضو بتكون عن طريق نقل الملكيه برضو اللي هي ايه صحه ونفاذ يعني هي زي صحه التوقيع بس القاضي بينظر موضوع العقد بيرجع للشهر العقاري بالظبط المساحه بيبعت الهيئات المختصه عشان يشوف العقار ده ملك مين وتم نقله الملك مين وبيبقى فيه خبير وفي مستندات بيطلبها على اساس لما ينقل الملكيه لصاحب العقد ده يبقى كده خلاص في الشهر العقاري وفي المحكمه العقار ده ملك الشخص اللي هو ايه رفع دعوى الصحه والنفاذ. طيب هو ده هيطبق من امتى يعني خلال 15 يوم هو نزل في جريده رسميه وده تعديل لقانون الشهر العقاري هيبقى اجباري لكل الناس هو مش طبعًا. اجباري ده قانون يعتبر لصالح المواطن وللدوله بالزبط. يعني قبل ما يطبق بس في ناس يعني هو في ناس بالظبط يا فندم بس هو القانون برضو بيساعد يا فندم على ايه لما بيبقى في عقار عليه مشاكل مع انت بتحصل حالات نصب كتير أيوة وكلنا عارفين طبعا يعني كل ده على مستوى الجمهوريه فكل ده بيقنن لصالح المواطن برضه وبيساعد الدوله برضه في حاجات كتير خاصه بالامور العقاريه انت متفق اكتر من تعديل القوانين دي استاذ حسين بتتم عن طريق البرلمان ولا عن طريق بالظبط يا فندم هو بيتقدم القانون لو في تعديل او في طيب استاذنك معانا تليفون استاذ صلاح اهلا وسهلا الو السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل هو انا بس اسال سؤال مشتري شركه ماشي في حرب سجل اساس ينفع ان انا اخد عنه لا ولا تكون شكل عقاري احنا مش سامعين انا مش سامعه صوت حضرتك بيقطع حضرتك الخط اتقطع معلش الصوت مش واضح ممكن تتصل تاني حضرتك الصوت في حاجه تمام فاحنا دلوقتي عايزين برضو نعرف هل البرلمان بيناقش الموضوع دوت ولا بالنسبه بالنسبه في الاول بيتقدم القانون او التعديل لمجلس الدوله ومجلس الدوله بيحيله للبرلمان عشان يشوف البرلمان هل القانون ده فعلا صالح للافراد والحكومه ويطبق على تتم مناقشته قبل وبعد كده بياخدوا الموافقه عليه وبعد كده بيطلع القانون بعد كده لرئاسه الجمهوريه للتنفيذ وبعد التنفيذ بيتنشر في جريده رسميه يا فندم للتطبيق بعديها حوالي ب 15 يوم يعني وده اللي حصل في التعديل الحالي استاذ صلاح رجع لنا تاني الو الو السلام عليكم ايوه يا فندم معاك هو انا لو مشتري شقه في ارض وضع يد يمكن اروح اوصفها ولا تجيلها في ثواني يا فندم لو مشتري شقه وضع يد وضع يد في ارض وضع يد يعني وضع اليد بيلجا لدعوه تثبيت الملكيه بالظبط يا فندم تبع حكم مسلم هو في اجراءات لدعوه وضع اليد يا استاذ صلاح لازم برضو تمشي عشان تقدر تثبت الملكيه فيها يعني في اجراءات معينه لازم تاخدها الاول عشان تقدر تاخد مستندات وتروح بيها للشهر العقاري عشان ينقل لك الملكيه للمكان اللي انت وضع يدك عليه يا فندم متشكرين شكرا استاذ صلاح بكده هننهي الفقره بتاعتنا وفاصل وهنرجع لكم تاني وهنتكلم عن موضوع برضو اتكلم فيه سياده الرئيس عن موضوع تحديد النسل هنرجع لكم تاني بعد الفاصل.